فترة ثم تعيد عليه التلقين. لا تقنط قبل هذا، يأتينا المرض والوصية وكذا، تأتي بإذن الله تعالى. وقد مرت معنا في كتاب التوحيد أن يأتي بعض الناس إلى المريض وقال مسكين وما تستاهل وكذا، لا، يذكره بماذا؟ بالرضا بقضاء الله وقدره وغير هذا. يلقن ولا إله إلا الله، فإن مات ماذا يصنع؟ يغمض عينيه ويشد لحييه، يعني يربط ويلين له المفاصل. طيب، الإسراع بتجهيز الميت هذا إذا كان تحققنا من وفاته، يعرف أهل الخبرة أن هذا مات أو لا. بماذا؟ قال انحراف الأنف وكذلك القدمين. فإن تحققنا موت إنسان أسرعنا بتجهيزه وتكفينه، وإن كان موت فجأة قال لابد أن يأتي أهل الخبرة ويتحققوا من موت هذا. نعم. طيب، ماذا نصنع في مال هذا، أو ماذا نصنع بالمال الذي يتركه الميت؟ نصنع تدوم، هذا تدوم. نعم، أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. تدريه من تدوم، تدوم أول شيء يصنع تاء، أي تجهيز الميت. بماذا؟ بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط. بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ سعيد وترك 100 مليون يورو، فقالوا لابد أن نأخذ شيء من ماله للتجهيز والتكفين. كم يكلف؟ لا إسراف ولا تقتير. نأخذ من ماله، لا إسراف ولا تقتير. أخذنا واشترينا الكفن وأجرت حفر القبر والحمد لله. طيب، ثم دال تاء دوم، الدال الديون، ديون إما أن تكون ديون لله أو ديون للآدمي، هذه ديون مرسل، وعندنا ديون معلقة. ديون معلقة، أخذ دين من الشيخ زهير برهن، وضع عنده شيء من الذهب، فهذا دين معلق برهن، ندفع هذا الدين أولا، دفعنا، ثم بعد هذا الدين مرسل، دين لله عليه كفارات أيمان ونذور ندفعها، وهذا يطالبه بمليون يورو يأخذ الدين. الآن دفعنا الدين، بعد هذا ووصية، أوصل فلان ب50 مليون يورو والحمد لله، هل أخذها؟ لا، ننظر وصية بكم. الوصية تكون بالثلث فأقل، وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في دراسة الوصايا. المهم نخرج الوصية بالثلث فما دون لغير وارث. الواو وصية بالثلث فما دون لغير وارث، مفهوم؟ نعم. بعد هذا ميم ميراث، نقسم التركة على الورثة، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي، 7/8 والحمد لله رب العالمين. طيب، كيفية الصلاة على الميت؟ ك
كيف يوضع الميت؟ نقف عند رأس الرجل، يوضع الميت أمام الإمام، الإمام الآن متجه إلى القبلة، الرأس عن يمين الإمام والرجل عن اليسار، يقف عند رأس الرجل والمرأة في وسطها، اجتمع رجال ونساء، فماذا نصنع؟ نصنع بهم كما نصنع في الصفوف، لكن على العكس. الآن هنا الإمام ثم الرجال ثم النساء، رجل ومرأة، نجعل الإمام يقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة، هكذا مفهوم، كما نقف في الصلاة يقف هؤلاء بعد الموت، يكبر التكبيرة الأولى ثم يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وإن قرأ سورة فهذا مستحب، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الرابعة، ثم يسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين. كم تكبيرة؟ أربع تكبيرات. هذه التكبيرات الأربع كل تكبيرة تقوم مقام ركعة، لو ترك الإمام تكبيرة من هذه التكبيرات الأربع فالصلاة باطلة. سلم الإمام، تكبر ثلاث تكبيرات وسلم، ماذا تصنع؟ تسبح للإمام، رجع وكبر رابع وسلم الحمد لله، إن لم يرجع ماذا تصنع؟ تكبر الرابعة وتسلم، ويستحب له أن يزيد ويجعل التكبيرات خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات، مفهوم؟ نعم. طيب، القبور الآن تجهيز وتكفين، ثم يؤتى به إلى المسجد وصلى عليه، ثم إلى القبور. ماذا نصنع في القبر؟ أين يدفن؟ في المقابر، يدفن في بيته، أوصى أن يدفن في بيته، لا تنفذ الوصية، قال ملعون الذي لا ينفذ الوصية، لا ننفذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مفهوم؟ وسيأتي معنا في كتابة الوصية بإذن الله تعالى. يحمل ويدفن اللحم أو شق، ويعمق القبر ويوضع كما يصلي الآن المريض في حال المرض على شق الأيمن، ويهال عليه التراب ويستقبل من تبع الميت للدفن، الرجال فقط، يستقبل القبلة ويدعو له بالتثبيت، أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتني وإياكم. يوضع، يرفع القبر مقدار شبر، ويوضع عليه حجر أو حجرين ويسنم، ثم بعد هذا قلنا يقف الناس بالدعاء له بعد اتجاه للقبرة لا للقبر، ثم بعد هذا ينصرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب تعزية المصاب. تعزية من؟ المصاب. المصاب أي الذي تأثر بموت هذا القريب. تعرف بعض الناس لديه ولد مفسد
ودائما يتمنى لهذا الولد الموت، فمات فلم يحزن عليه، هذا مصاب؟ لا، هذا ما يعزى. يعزى المصاب في حدود كم يوم؟ 3 أيام فقط. أين؟ في أي مكان. اجتماع الناس للتعزية في بيت الميت من النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. في أي مكان تلقاه تسلم عليه وتعزي، تعزية المصاب. هل لأقرباء الميت البكاء على الميت؟ نعم، دون النياحة البكاء شيء، والنياحة ذكر محاسن الميت على وجه التسخط ورفع الصوت. نعم، من النوح، نوح الحمام يبكي على الميت، بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه وقال إنها رحمة، لا إشكال. أما رفع الصوت والندب وشق الجيوب ونتف الشعور والضرب وكذا، لا. طيب، زيارة القبور تقدم معنا، زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. هذه الزيارات، زيارة شرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر عبرة واتعاظ، لا يشد إليه الرحل، يعني لا يسافر لزيارة القبور. انتبه، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، فإن نوى دعاء الأموات زيارة شركية، وإن نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية. ألا يأتي بما يخالف الشريعة، هذا والشرط الرابع، لا يخالف الشريعة بأن يطأ بنعليه على القبر مثلا. طيب، بهذا ولله الحمد انتهى كتاب الطهارة والصلاة والجنائز. متى صلاة الفجر؟ الحمد لله معنا وقت، جزاك الله خير. الإنسان إذا كان في طاعة الله ما يتعب بإذن الله. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى؟ بعد أن تجاوز المكان الذي أمر بالسير إليه، لكن قبل هذا ما يأتي التعب. ولذلك ما تتعب في رمضان ولله الحمد في الغالب إذا كنت في طاعة الله طبعا، وكذلك في الحج. نعم، أي نعم. طيب، كتاب الزكاة، نلخص كتاب الزكاة فقط، وتتدربوا على هذا الكتاب إلى غدا، مفهوم؟ طيب، كتاب الزكاة، الزكاة عندنا فريضة ونافلة، انتهى الأمر إلى قسمين. الفريضة زكاة مال وزكاة نفس. زكاة المال تأتينا النقدين، عروض التجارة، السائمة، الخارج من الأرض. زكاة مال وزكاة نفس. زكاة النفس زكاة الفطر والحمد لله، هذا كتاب الزكاة، مفهوم؟ والله صدق، هذا فيه زكاة مال وزكاة النفس، زكاة الفطر وزكاة المال يأتي الأصناف التي يجب فيها الزكاة، هذا في الفريضة. أما النافلة تأتينا بإذن الله تعالى، لا إشكال في هذا. أصناف الزكاة أصناف 8 ذكرهم الله سبحانه وتعالى، إنما الصدقات، ويأتي بإذن الله شرح الأصناف 8. يبقى معنا حساب الزكاة. خرج الشيخ
أمر الطلاب بعد دراسة كتاب الزكاة، قال لابد كل واحد منكم يرجع إلى والده وينظر في الدفاتر ويحسب مقدار الزكاة لي ويأتيني بها غدا. هذا فقير وليس لديهم شيء، لا دفاتر ولا غيره، فماذا صنع؟ دخل في بيت الجيران، اختلس في آخر الليل ودخل، أوقد المصباح وأخرج الدفاتر وأخذ يحسب 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 يحسب، يعني بدأ بالحساب حتى يعني استيقظ صاحب البيت، فجاء إليه وصاح سارق لص. قال سبحان الله، أنا سارق لص؟ أنت السارق، كل هذه الدفاتر خطأ، تأكل حقوق الفقراء، أرفع هذا الكتب إلى شيخ إن شاء الله. حساب الزكاة كيف يكون؟ نأخذ شيء منه الآن، لابد من بلوغ النصاب. بلوغ النصاب على ما جاء في الحديث في السامي من بهيمة الأنعام، تحسبها يعني شيء من الحساب يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. لكن أنا أريد منكم اليوم يعني تنظروا، تكتب مثلا 20 من الإبل، كم فيها زكاة؟ 5 من الإبل، 3 من الإبل، كم فيها زكاة؟ تكتبوا يعني تتدرب الآن على ما ورد عندكم، مفهوم؟ الشيخ سعيد لديه 40 مليون يورو، كم فيها زكاة؟ سهل جدا، قسم على 40، فيها 1 مليون، الحمد لله، سهل جدا، المال أسهل ما يكون، قسم على 40، انتهت المسألة. وأحيانا مسائل هؤلاء التجار يعني ما تأخذ معك وقت، أسهل ما يكون، مفهوم؟ تنظر مثلا تقول زكاة الذهب، زكاة الذهب زكاة الفضة تقسم على 40، أما زكاة الإبل والبقر والغنم هذه تنظر فيما ورد في الحديث، اكتب يعني واجب سهل جدا، وهذا أمر يعني إن شاء الله فيه تنشيط للذهن وكذا، تكتبوا لنا هذه الحسابات، وإن شاء الله تعالى غدا الدرس بعد الفجر إلى الإشراق ثم بعد العصر بإذن الله تعالى. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ورضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله تعالى يعني توزع الكتب بإذن الله، صلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر في الصباح بإذن الله توزع متون الدورة. طيب، بارك الله فيك.